السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، أتمنى يلقاكم موعد اليوم يوم الخميس أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله كالعادة. وكما وعدتكم في التعليق في الأسبوع الفارط بأن اليوم غادي يكون أو غادي تكون وصفة زوينة بزاف، عاد غادي تعجب بزاف ديال الناس. بناء يعني هو نورمالمون أنا هاد الوصفة صنتها لراسي، ومنين لاحظت بأنه باردون كاين واحد الاقبال او اسئله يعني كلها كتصب في هذا الموضوع، يعني ازاله التجاعيد، الترطيب، ازاله التصبغات الجلديه، فصراحه هذه الوصفه كتجمع هذه المشاكل بثلاثه، وكذلك كتقدر حتى المسام انها يعني تضيقها شي شويه وما تبقاش مفتوحه بزاف بحكم غادي يكون فيها واحد المكون. فهي صالحه للناس اللي عندهم بشرة مختلطة إلى جافة، بشرة عادية، بشرة جافة وجد جافة، بشرة دهنية، بشرة مختلطة إلى دهنية، وكذلك البشرة اللي فيها حب شباب. علاش لا؟ فهي وصفة جد هائلة إلى عرفتوا كيفاش يعني تستعملوها وتداوموا عليها. وبطبيعة الحال دائما كنقول فالواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي باش كنتفاداو أي مشكل يقدر يصيبنا من جراء التعرض الغير مقنن ولا مشروع لأشعة الشمس. ونبداو على بركة الله. فأول حاجة غادي نحتاجو الواحد القارورة أو قنينة أو قرعة كما كنقولو هنا في المغرب، اللي غادي تكون على هاد الشكل. فهادي كتكون هكا، كتكون معها واحد لابيبيت، كتكون سالا لكم شي برودوي كان بحال هكا ولا شي قرعه ديال الدواء كانت بحال هكا، المهم الا كانت عندكم فمن الاحسن ان يكون عندكم هذا الشكل هكا، وضروري انها تكون ديال الزاج وتكون داكنه اللون. هذه مساله ما كانش عندكم فكتاخذوا دوك القراعي ديال لي زبيل اسونسييل، فهما كيكونوا حتى هما ديال الزاج وداكنين اللون ديالهم داكن، وكتكون فيهم هاد هاد البيبيت هكا، يعني بهذا الشكل كتخرج لينا قطرات. فايا كانت القاروره اللي عندكم كتسوا هذه او الاخرى، ولكن من الاحسن الاخرى. علاش الاخرى؟ لان هذه انا صراحه ملي كنحلها وكندير له سيروم كنحس راسي بحال عندي شي سيروم غالي، وكنحط ديك الحطه هكا انا على الوجه ديالي وكيبدا يهود. راكم فاهميني زعما شنو بغيت نقول؟ فيعني كنحس بواحد الارتياح نفسي وانني درت شي انجاز للوجه ديالي كبير، وعندي شي حاجه غاليه دايرها للوجه ديالي. فهذا هو الفرق وصافي. اما حتى لو درتوها في قرعه عاديه ما فيهاش هاد لي بيبيت سي با غاف، يعني حنا دائما مع سهله. الا لاحظتوا بان هاد القرعه انا مدخلها في هاد لاطخوس، بون هاد لاطخوس هادي راها عندها استعمالات اخرى. البنات راكم عارفين، البنات اللي كيديروا المكياج عارفين بلاصه لي بانسو ايتو، ولكن انا بينو زعما هادي يعني بورتابل بحال دابا انسان خارج ولا شي حاجه كيديرها في لوساك، انا بيني وبين المكياج غير الخير والاحسان، فاحتاجيت انني نخبيها فيها هاد لابوتي. فايت ليا قلت لكم بان دوك القراعي ديال فيشي فهما داروهم خصيصا ما كتخترقهمش الاشعه ديال الضوء، وبالتالي ما كيعرضوش الفيتامين سي اللي لداخل للتاكسد. ف انا خبيتها هنا باش ما تبقاش، واخا هي في قرعه اللون ديالها غامق، فخبيتها هنا باش ما تعرضش يعني للضوء وما يخسرش ليا الانجاز والاختراع ديالي. وهنا في هاد لاطخوس دايره هاد لي فونتوز هادو ديال الوجه اللي كاينين دابا. فكاينه هادي كبيره كنديرها انا الوجه ديالي كامل، سينو كاينه هاد الصغيره كنديرها انا، ما عرفتش واش باينه لكم ولا لا. فوالا هاد الصغيره انا غديرها انا كنديرها الكونتور دي زيو ديالي والجهه ديال الفم. الوغ هاد القرعه او هاد القاروره او هاد القنينه شنو كاين فيها لداخل؟ كاين فيها واحد القرعه بعدا مسكينه ديال زيت الكوكو تعوجات من قوه ما كنسخنها، فيها معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، وفيها معلقة كبيرة ديال زيت أرغان للتجميل، وفيها فيها فيها معلقة كبيرة ديال زيت بذور التين الشوكي، يعني زيت العظومات الهندية، زيت بذور التين الشوكي، ماشي زيت التين الشوكي، لا زيت بذور التين الشوكي، ويل دو غران دو فيك دو بارباري هكا. ألوغ معلقة كبيرة من كل زيت من هاد الزيوت.
كذلك عندنا واحد الكابسول ديال لا فيتامين او. فوالا كابسول ديال فيتامين او كنتكوها وكنخويوها في هذيك القرعه. الناس اللي ما عندهمش لي كابسول ديال الفيتامين او فكنقول لكم دائما انا مع السهله، غادي ناخذوا 5 القطيرات ديال زيت مركز فيتامين او. فيتامين او اللي يكون كونسونطري ماشي هذاك الخفيف، لا فيتامين او اللي يكون كونسونطري. فوالا الوغ الناس اللي عندهم بشره جافه او مختلطه الى جافه شنو غادي يزيدوا لهاد المقادير؟ غادي يزيدوا ليها 5 قطرات من زيت اساسي البرتقال، 5 قطرات من زيت اساسي البرتقال. الناس اللي عندهم بشره مختلطه الى دهنيه او بشره دهنيه او بشره دهنيه وفيها حب شباب فغادي يزيدوا 5 قطرات من زيت اساسي الليمون. الليمون اللي هو الحامض عندنا في الدارجه ديالنا، اللي هو القارص عند اشقاء في تونس. ما عرفتش في الجزائر واش كيقولوا ليه الحامض او القارص، ولكن ما يعني ما عندي حتى شي فكره. المهم 5 قطرات من زيت اساسي من الليمون اللي هو الحامض في المغرب والقارص في تونس، وبطبيعه الحال الليمون في باقي الدول العربيه. هذا هو الاختلاف في الوصفه. غادي فاش نكملوا نحطوا زيت ارغان ونحطوا زيت الكوكو وزيت بذور التين الشوكي والفيتامين او، غادي نجيب عندنا بشره مختلطه الى جافه او بشره جافه الى جيت جافه غنديروا 5 قطرات من زيت البرتقال. عندنا بشره دهنيه او بشره مختلطه الى دهنيه او بشره دهنيه وبها حب شباب غنديروا 5 قطرات من زيت الليمون اللي قلت هو الحامض عندنا في المغرب والقارص في تونس. فوالا هذه هي الوصفه. كيفاش غنستعملوها؟ في الليل ملي نغسلوا الوجه ديالنا مزيان فغادي ناخذوها وغادي نديروها من العنق الى ندير العنق والوجه ديالنا غير قطرات، قطره في العنق او جوج قطرات في العنق، 3 ولا 4 ديال القطرات في الوجه حيت هو راه سيروم راه مركز. ونبقاو ندير واحد التدليك، عمليه تدليك او مساج من الاسفل من اسفل العنق الى اعلى الوجه وكذلك بحركات دائريه. الوصفه مرطبه مزيله ومحاربه للتجاعيد بفضل توفر او تواجد زيت بذور التين الشوكي وزيت ارغان، مرطبه بفضل تواجد زيت الكوكو وزيت ارغان، مزيله او مساعده بليتو على إزالة التصبغات الجلدية وتوحيد لون البشرة بفضل تواجد زيت أرغان وزيت أساسي يا إما الليمون أو البرتقال، مرطبة كذلك ومزيلة للتجاعيد لأنها تتوفر على فيتامين أ، كذلك فهي مجددة لخلايا البشرة ومسرعة لعملية تجديد البشرة وإتلاف الخلايا الميتة. بالنسبة للناس اللي غادي ما عندهمش الإمكانيات يشريو هاد الزيوت كاملة، فاحنا في الدار كنكونوا الوالدة ديالنا خوتنا أو بنات عمنا بنات خالتنا، حنا صحابات بيناتنا كنقراو في الحي الجامعي أو كنقراو في شي مدينة وحدة أخرى، نجمعو نشريو هاد الزيوت كاملة وكل واحد فينا ياخد حقه ونخلطوها ونديروها للوجه ديالنا. يعني ما كاين حتى شي حاجة صعيبة او مستحيله اننا نعسانيو بالوجه ديالنا. دائما دائما كنقول انا شخصيا كتعجبني الحاجه اللي مصوبه في الدار، كتعجبني الحاجه اللي مصوبه باقل التكاليف. وي طبيعه الحال الانسان لما صدق عليه الله وبغى يدلل راسو ويشري الحوايج المزيانه لراسو هذا ما كاين حتى شي مانع، ولكن ما نساوش بان كاينين ربات بيوت، كاينين طالبات، كاين الناس اللي ما عندهمش امكانيات انهم يشريو بسيروم فيتامين سي ويحطوه ويخدموا به وفيه واحد 30 ولا 10 امال وغادي يسالي ليهم شي شويه عاد غيخصهم، وانتم شفتوا الاسمنه اللي حطيت لكم. فهذا كيبقى سيروم مفتح مجدد لخلايا البشره، مرطب، محارب للتجاعيد، وبواحد الثمن اللي هو ساكريفيي رمزي جدا جدا. فانا قلت لكم الا جاكم قاصح انكم تشريو هادشي كامل تفرضوا وشريو
هاد الزيوت خلصوها مجموعين تفرضوا فيها وكل واحد ياخذ حقه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم طرقكم. كذلك يمكن لكم هاد السيروم ديروه تحت العينين ديالكم، ما كاين حتى شي اشكال نهائيا. طبعا الحال ما غاديش نقربوا العينين ديالنا للداخل وصافي. بالنسبه للناس اللي كتقول لي عزيزه عليا كنبغيك كنحماق عليك، انا كنحماق عليكم كلكم واللي خديكم عليا. الناس اللي مازال ما تحقوش بالقناه وكيتقيو بالقناه دابا صدفه، فكنقول لهم مرحبا بكم معنا. تفضلوا هذه داركم الى قبلتوا علينا بطبيعه الحال. الى عجبكم المحتوى والفيديو ديال اليوم فما تبخلوش على اختكم صديقتكم وفاء بالبارطاج باللايك. تعاليق الزوينه ديالكم فعلا كتفرحني كتشرفني وكتعطيني واحد القوه ودعم انني امضي قدما الى الامام. تيكتكم كذلك شيء كبير عندي بزاف عاد وسام اضعه على صدري وامانه اضعها على عاتقي. كنتمنى من العلي القدير انني عمري ما نتحاشم معكم، انني دائما نكون في المستوى، انني نكون السباقه دائما في جلب الجديد والمفيد للقناه، لان هذه قناتكم بقدر ما هي قناتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واضرب لكم موعدا جديدا غدا ان شاء الله في فيديو انتم تسالون وانا اجيب. الى اللقاء.